متابعينا الكرام من وسط ملعب ادرار، متابعينا بالنسبه للناس اللي ما حضروش من بدايه التشكيله للمنتخب الوطني المغربي، حراسه المرمى ياسين بونو، اشرف حكيمي، ويحيى عطيه الله، نايف اكرد، شادي رياض، وريتشون ريتشون ميكايل، اسامه العزوزي، الياس بن صغير اللي كنقدم مقابله كبيره. متابعينا الكرام، في المقابله الاولى الوديه للمنتخب الوطني المغربي لاعب موناكو، ثم كذلك سفيان الرحيمي، حكيم زياش، عميد فريق، وابراهيم عبد القادر دياز. متابعينا الكرام، كانت هذه تشكيله المنتخب الوطني المغربي، حين انه عناصر الاحتياط على الشكل التالي: منير المحمدي، مهدي بن عبيد، بلال خنوص، عادل يمين، الكعبي، ايوب، عبد الكبير، عبقر، عز الدين، وناحي، يوسف الخديم، اشرف داري، الياس اخوماش، يوسف مصيري، سفيان مرابط، ومحمد الشيبي. متابعينا الكرام، كانت هذه التشكيله ديال اولاد عناصر الاحتياط ديال المنتخب الوطني المغربي هنا بملعب ادرار. متابعينا الكرام، حضور جماهيري كبير، متابعينا الكرام اللي غادي تشاهدوا معنا في هذه اللحظات، ملعب اكادير، ملعب ادرار، متابعينا الكرام، واللي خدا فيه المنتخب الوطني الوديتين امام موريتانيا وانغولا، واللي انتهت الوديه الاولى بتفوق المنتخب الوطني، متابعينا الكرام، بهدف ليلتي، هدف سفيان الرحيمي. تماما، وانا معايا هنايا متابعينا الكرام اللي عاد جا من رحله من غانا، السي ديال الرحموني، الصحفي الرياضي، اكيد متابعينا الكرام غادي يكون لنا مع ديال فاخر لقاء. شوفوا
هنا خروج خروج لاعبين متابعينا الكرام تحت تصفيقات خروج لاعبين المنتخب الوطني المغربي من الحصة الإحمائية متابعينا الكرام اللي قبل من المقابلة تحت تصفيقات الجماهير المغربية هنا استعدادات كبيرة من أجل رفع تيفو عملاق من طرف الجماهير السوسية متابعينا الكرام. ما يعني كتشوفوا معنا الملعب اللي تقريبا داير داير على الطول ديالو الملعب مازال جماهير مازال الجماهير المغربية متابعينا الكرام اللي جات من كل أنحاء المملكة في الطريق ديالها ولا بجنبات ملعب أدرار متابعينا الكرام. يعني كيف ما قلنا الملعب ممكن تشوفوا معنا داير حضور جماهيري كبير حضور جماهيري كبير متابعينا الكرام. يعني كل فئات السنية كل فئات العمرية متابعينا الكرام كاينه هنا بملعب أدرار من أجل مساندة ومؤازرة المنتخب الوطني المغربي. دقيقة